متابعينا الكرام متواصلين مع هذا الشوط المنطلق وهو شوطنا الحادي عشر ضمن تحديات ومنافسات هذا المساء. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الشوط الحادي عشر مخصص للحقائق الكار ضمن أشواطنا العامة في هذا المهرجان. نتابع انطلاقة هذا الشوط، والمركز الأول الواثقة تعود ملكيتها لراشد بن بطي الزعبي، هو من يتقدم مع الواثقة مع مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، حضور من تحضر هنا على المركز الثاني بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي من يتواجد هنا مع حضور النقلة التالية على المركز الثالث. أيضا الوصول من الظبي لحمدان بن محمد بن خليفة العميمي من يتواجد على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، دمعة تعود ملكيتها للدكتور راشد بالزفنة العفاري. أما المركز الخامس نقلتنا مع المركز الخامس، وأيضا هنا الوصول من مراسيل المبارك بن سعيد بن الأجبع الخيارين. هذه نتيجتنا يا مشاهدين الكرام، نتيجتنا في ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الظبي. الظبي الظبي مع المركز الأول، حمدان بن محمد بن خليفة العميمي مع المركز الأول، ومع هذه اللقطات الجميلة كما تشاهدونها خلف الشاشات أيها المشاهد العزيز، هذه اللقطات المتميزة. على كل حال نتابع المركز الثاني، ومن تصنع على المركز الثاني هنا الواثقة. الواثقة تعود ملكيتها لراشد بن بطي الزعبي، ها هي تتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، المرور والقدوم هنا مشاهدين الكرام من دمعة للدكتور راشد بالزفنة العفاري. وعلى المركز الرابع، من الجانب الأيمن تتواجد مراسيل مبارك بن سعيد بن الأجبع الخيرين. وعلى المركز الخامس القدوم والوصول هنا من حضور بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي، من يتواجد مع حضور ويحضر معنا في ندائنا الثاني. يا سلام، نعود إلى المقدمة أيها الإخوة، نعود إلى الصدارة وإلى قيادة هذا الشوط. الصدارة مع الظبي، لا زالت الأمور مع الظبي. هذه الظبي تعود ملكيتها لحمدان بن محمد بن خليفة العميمي مع الصدارة، مع المقدمة ومع القيادة. يا سلام يا الظبي، الظبي مع المركز الأول، الظبي مع الانطلاق الأول. نتابع المركز الثاني، ومن تتواجد على المركز الثاني هنا القدوم من إشعار بالأجبع مع مراسيل مبارك بن سعيد بالأجبع الخيارين. من قيرت مجريات هذا الشوط، قيرت المركز الأول، قيرت الصدارة. هنا القدوم والوصول على المركز الثاني من حضور بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي. وعلى المركز الثالث تتواجد هنا مشاهدينا الكرام أيضا اسم جديد ينضم إلى عالم الإذاعة أيها الإخوة، من الجانب الأيمن ولكن رقمها محجوب عنا، رقمها محجوب. يبدو لي هذا شعار بن ديلة من الجانب الأيمن، زيد بن راشد بن ديلة المري من الجانب الأيمن هنا مع ظن محمد بن راشد بن ديلة المري. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود هنا إلى التغيير، مع الشاهينية هادي بن سعيد بن جمهور الحبابي، من يتواجد على الصدارة مع المقدمة مع الشاهينية. يا سلام يا سلام، الله، هنا القدوم من ظن محمد بن راشد بن ديلة المري، وهنا القدوم كذلك من حضور بدر بن طويرش الوهيبي. وعلى المركز الرابع، يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة يا مشاهدين. الشاهينية عبد الهادي بن سعيد بن جمهور الحبابي مع المركز الأول، مع القيادة، مع الصدارة. ولكن هناك بن طويرش، مع حضور بدر بن طويرش الوهيبي، مع المقدمة مع حضور من الجانب الأيمن على المركز الثاني. ولكن يا سلام، وصلت الواثقة، راشد بن بطي الزعبي من الجانب الأيمن مع الواثقة، غيرت من الجانب اليمين الواثقة لراشد بن بطي الزعبي هنا مع المقدمة، وكذلك غدوم من الجانب الأيمن وحضور كذلك من صوغ راشد بن علي بن بتلة على المركز الثاني. ولكن الواثقة، واثقة يا مشاهدين الكرام، راشد بن بطي الزعبي واثق، واثق بأداء الواثقة. هذه الواثقة تنتزع هذا الناموس
الفوز. تهانينا تهانينا، سلام 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 وتحية للواثقة ولمالكها راشد بن بطي الزعبي، تهانينا والناموس المركز الثاني تصل صوغة راشد بن علي بن بتلة المري، وعلى المركز الثالث الوصول من الشاهينية عبد الهادي بن سعيد من جمهور الحبابي، وعلى المركز الرابع تصل حضور بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي، وعلى المركز الخامس ظن لمحمد بن راشد بن ديلة المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الواثقة عندما قدمها مالكها وواثق من أدائها. هذه لحظة وصول الواثقة إلى خط النهاية، 6 دقائق 14 ثانية، 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الواثقة راشد بن بطي الزعبي على انتزاعها لسيارة هذا الشوط. هذه لحظة وصول المركز الثاني مع شعار بن بتلة مع صوغة، 6 دقائق 15 ثانية، 80 جزءا من الثانية. راشد بن علي بن بتلة المري نهنيه على فوزه بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت الشاهينية، 6 دقائق 16 ثانية، 62 جزء من الثانية. تهانينا لهادي بن سعيد بن جمهور الحبابي على هذا الناموس. أيها الإخوة الأفاضل، انطلاقة شوطنا الثاني عشر وأحد الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل